رأى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي في ولاء الوسطية بمحافظة إربد احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية، واستحضر العيسوي في كلمة ألقاها مسيرة وطن ينعم بالأمن والاستقرار بحكمة وحنكة قيادته الهاشمية وعزيمة نشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية وإرادة وعزيمة الأردنيين. من جهته قال النائب السابق محمود مهدات إن الهاشميين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن ونصرة قضايا أمتهم العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتضمن الاحتفال إلقاء قصائد وطنية تغنت بالوطن وقائد الوطن والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. إن جلال سيدنا حفظه الله ومنذ تسلمه أمانة المسؤولية يحرص على التواصل مع أبناء وبنات شعبه والاستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم الخدمية والتنموية، حيث يدرك جلالة الملك حجم التحديات التي تواجه المواطنين ويؤكد دوما على ضرورة العمل على تلبية مطالبهم وإطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع التي تنعكس بأثارها الإيجابية على الجميع وضمن الإمكانيات المتاحة. فرؤية جلالة سيدنا قائد مسيرة الإصلاح والتحديث لأردن للمستقبل الذي يدخل مئويته الثانية بخطى واثقة تقوم على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع المتميز بعطائه وإنجازه، والشباب هم في صلب همامات جلالة سيدنا وولي عهده الأمين، فالشباب هم ثروة الوطن وصناع مستقبله. تتغنى بابو حسين وهو القيفان، ووزن الشعر عند العيلة الهاشمية، والحين أقدم لكم لدلة والبرهان صابركم يا أهل الذوق عليه، بثبت إن الشعر بابو حسين ميزان موزون مثل أفعاله التاريخية وأفعاله خسا يطراها النقصان، هذا الهاشمية عصطارية وأفعاله خسا يطراها النقصان، هذا الهاشمية عصطارية ملك تشهد له كل العربان، مالك مدات كفوفه حاتمية ونجينا للفزعة كل فرسان، تلاقينا جيوش ما هي بمحصية نخزي عين العدو ونورها الهوان، لا قامت الفزعة فزعتنا خرافية ما نهاب الموت حنا خلان، معروف ان الأردن أرض البطولية شعبها ما بيه حد خوان، جيشها ماثر بالدول الخارجية، وإن جاب طار الأمن والأمان تلاقي الأردن تصدرت الأولية.